الجلسه هي جلسه تاع الكيفيه، وهي فرصه باش لكي نتحول من التكوين النظري واحدة خاصة بالتربية على التنمية المستدامة والمولود الثقافي المبيح إلى مجال تعرف على بعض المعارف التي أكدنا على أهميتها كرهان من رهانات التنمية المستدامة. تعداد من أهداف 17 طبعا. هذه فرصة لكي نتعرف على دور اللجنة الوطنية ونأخذ فكرة كذلك على المؤسسات باختصار شديد. من بعد برنامج هو ان في هذه الجلسه التثقيفيه واللي سوف يساهم فيها ليس فقط انا ولكن الطلبه هم اللي غادي يجوا اليوم باش يعطونا اطار تفاعل على الحصيله ديال هذه السنه ديال 6 اشهر من التكوين في مجال التربيه على التنميه المستدامه